مشاهدي قناة شعب قناة شوف نايف، رجعنا لكم في بث مباشر آخر من المنطقة ديال حادث السير المفجع والخطير. يعني حادث السير، سائق سيارة جاي بسرعة جنونية دخل في الحواجز ديال القنطرة ديال لوطوروت وترمى هنا وسط لوطوروت. يعني كيف ما كتشوفوا معنا، شوفوا فين تلاح. يعني في هذه اللحظات سيارة الجار جات باش نقل السيارة إلى المحجز البلدي. رجال الأمن متواجدين معي المكان، مشكورين اللي قاموا بواحد المجهودات كبيرة وكانوا حاضرين منذ الوهلة الأولى فاش وقع الحادث وحضروا الدقائق الأولى. سيارة الإسعاف حتى هي متعطلاتش وحضرات على وجه السرعة، وتم نقل جوج ديال الأشخاص المستعجلات في السبيطار بوافي باش تلقاو الإسعافات الأولية. الشخص الأول مصاب على مستوى الكتف ديالو، والشخص الثاني مضروب في الجنب ديالو، يمكن في الضلوع أو لا في الكلوة. يعني الحالة ديالهم مستقرة، ما عندهم شي حاجة اللي كتخلع. يعني كيف ما كتشوفوا معنا الحواجز، شوفوا فين ترماو حواجز ديال لوطوروت. شوف 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 الحديد تحيد. شوف معنا الصخرة. يعني جاو من موت محقق. ثلاث أشخاص كانوا راكبين في هذه السيارة، هذه جاو من موت محقق. لا لا جوج دوم سبيطار اتل تراو مجبادو. شوف 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 شوف. يعني الأسرة والأم ديال الشخص اللي كان سايق، يعني دخلوا عين. Thank you.
عندك يزلق، عندك يزلق منين؟ يعني هذا مرافق تو السبيطار وخرج من السبيطار وجا باش يطمئن على الصديق ديالو. هو المرافق كان بالرفقة ديالهم أثناء وقوع الحادث، كان بالرفقة ديال الصديق ديالو أثناء وقوع الحادث. يعني الان وفي هذه اللحظات غادي يتمنق السياره للمحجز البلدي. مشاهدي قناة شعب، قناة شوف طيف، غادي نودعكم الان منطقة كونف بث مباشر اخر ان شاء الله. الى اللقاء.